كل ما الهوب يزيد كل ما الخوف يزيد. يقول لك نو هوب زاوت فير، كل ما يكون في هوب او كل ما يكون في امل يكون في خوف. تمام؟ اللي يكسر لك الخوف ده ويخليك تقدر توصل للدريم هو الاكشن بلان. بمعنى اكشن بلان دي هي الخطه، او معنى كلمه اكشن بلان يعني ايه؟ انك تموف، انك تتحرك، تحاول تطلع درجه، تطلع من الدرجه دي يبقى عندك خوف انك تطلع الدرجه اللي بعدها، تفضل تطلع لغايه ما توصل للدريم بتاعك. تمام؟ يبقى احنا قلنا ايه القصه دلوقتي؟ ان اللي يكسر لك الخوف بتاع الامل هو الاكشن بلان. عشان كده هنبتدي نخش مقتطفات ما بين الجمل بتاعت السيلف سكيلز. اول حاجه بقى يعني ممكن نعملها مع بعض ان احنا اي سلايد هنشوفه نبتدي نفكر مع بعض السلايد او الجمله دي بتمس ايه من الثلاث جمل؟ هل بتتكلم عن الايموشن اللي هي العاطفه؟ ولا بتتكلم عن الفكره اللي هي الارقام؟ ولا بتتكلم في عامل الوقت؟ تمام؟ ده اكسرسايز كده مع بعض او تجربه كده هنحاول ايه نشارك فيها. كل سلايد هيطلع عباره عن ايه؟ زي نقول حكمه او مقوله بناء على اكسبيرينس جامده جدا، بناء على تجارب كلها طبعا بتؤدي للنجاح، فاتحطت زي تكست بوك او حاجات بتتقال ان انت بتوب جايد لاين او تبقى ان انت تمشي عليها. هنشوف اي حاجه ونبتدي نقول بتمس ايه واحده من ثلاثه، وناخد بقى احنا هنستفيد منها ايه في الوضع الحالي، وايه الاكزامبلز اللي كنت ممكن نشوفها. يبقى هنتكلم على كل سلايد ايه بثلاث محاور. تمام؟ فنشوف اول سلايد يقول لك if your dreams don't scare you enough او don't scare you they are not big enough او they are not big enough. تمام؟ بمعنى ايه؟ يقول لك اذا ما كانش الدريم بتاعك ده بيخوفك جدا scare you يعني بيرعبك، يبقى هو الحلم مش لسه مش كبير. يعني مثلا لو خدناها على قصه الفارماسيوتيكال او شغلنا كشركه دواء، لو انت جاي بتتكلم بتقول انا عايز ابقى رقم واحد في السوق، ده يعتبر دريم سكيل خوفك. ازاي ازاي ابقى رقم واحد في السوق؟ ده انا لسه بس بادي بس بقى 7 سنين ولا 10 سنين، ازاي ابقى رقم واحد؟ فانت كده الدريم ابتدى يخوفك. لو ما كانش يخوفك بالدرجه الكافيه يبقى مش ضد الكلام. ولازم تبدا كل ما توسع السبيس ده كل ما انت هتجيب اكتر. بمعنى ان انت لو كان الدريم بتاعك مش بس لغايه هنا بس، لغايه توصل يعني المرحله الثانيه بس، ممكن توصل وتبقى خلاص. وطبعا يعني اسوأ حاجه للانسان ان يوصل لحلم يعني. اللي هو الكبير قوي، ان انت لو كنت رقم واحد في المملكه العربيه السعوديه خلاص مش هتحقق، يعني يور دو ناثينج مور، خلاص انت وصلت للدريم بتاعك. فلازم تبعده عشان كل ما تبقى المسافه دي كل ما انت ايه هتكسب اكتر تجيل اكتر. تمام؟ طيب احنا بنقول دلوقتي ايه؟ لازم الدريم ده تسكيل يو. طبعا السلايد كده باين ده هو كده بيتكلم على ايه؟ بيتكلم على ايموشن ولا فيجر ولا تايم؟ ايموشن. شوف هو طبعا بيتكلم في الدريم وان انت ايماجينيشن وان انا بامل وبطمح مش عارف ايه بيتكلم في ايه. طيب لو انت دلوقتي بتقول خد الاكزامبل ده انا عايز انا ابقى رقم واحد في السوق، هل ده غلط ان انت تفكر القصه دي؟ مش غلط طبعا. يعني ايه؟ انا مش واحد. لا بس انا كده في لحظه صمت كده ماشي لازم تستمتع. طيب فيقول لك ايه بقى؟ عشان تقدر تقول ان انت بتحلم صح ولا غلط، ما تتعبش نفسك ازاي؟ بيقول لك نيفر تو كومبير. يعني بس لو اعتبرنا ان حياه اي واحد ان هي شابتر 1 2 3 4، سواء حياتك انت الشخصيه او حياه شركه او طلبتك في السوق، مهم ايه؟ كتاب عباره عن شابتر. بيقول لك نيفر انت تكومبير، ما تقارنش شابتر واحد بتاعك في حياتك بشابتر تاني رقم 20 في حياه واحد تاني. يعني ما تجيش تقول مثلا فايزر اقارن نفسي بفايزر، قارن نفسك بس قارنها بالشابتر 1 بتاعها. ما تجيش تقول انا في شابتر 1 دلوقتي ازاي اقارن نفسي بفايزر وهي في شابتر 20 او في الجزء رقم 20. لا، رجع فايزر بالشابتر 1 بتاعها وقارن نفسك. يعني حطيت نفسك في نفس الظروف، في نفس الامكانيات، في نفس التوقيت، هل انا في شابتر 1 بتاعي زي هي في شابتر 1 بتاعها؟ لو طلعت احسن وكويس يبقى انت في امل كبير جدا انك يوم ما توصل شابتر 20 زيها تبقى احسن. تمام؟ يبقى انت لما تيجي تحط رقم مقارنه عشان ما تبقاش الدريم ده بتاعك انا اتشيرول او يعني صعب وتنسى، ارجع وقارن بنفس الظروف اللي انت فيها دلوقتي اللي هو شابتر 1 فيرسس شابتر 1، ما تقارنش ايه بشابتر 20. تمام؟ يبقى انا زي ما احنا قلنا دلوقتي ايه؟ if your dreams don't scare you they are not big enough. يعني لازم to be scared. اوكي؟
Next slide. You don't have to be great to start. بمعنى يعني احنا مثلا خدنا اكزامبل لو غيرنا مثلا مجال البيزنس ودخلنا في مجال مثلا البيفرج او مجال المأكولات ومجال الكافيتيريات والمطاعم اللي هو يعتبر براتش للشركه زي المقاولات يعني الحمد لله الشركه عندنا دفع عندها ديفرنت ريسورسز او ديفرنت تايب اوف بيزنس فاحنا لو احنا لو اتكلمنا على الفارماسيوتيكال وحبينا مثلا نخش على ايه؟ على الجزء الثاني. اول ما الكافيتيريا تبان او ايه كورتيزيان يعني انت بتفكر دلوقتي انا ايه جنب مثلا كوستا ولا جنب يعني اي وتبقى اي كافيه تاني جاري انا دلوقتي بعتبره اي حاجه يقول لك ابتدي مش لازم تكون دي جريت ستارت بس لازم تستارت لان انت وانس يو ستارت بس يو هاف تو ستارت تو بي جريت دلوقتي بتدرج امثله في المقارنه ما بين الكورتيجيان وما بين حاجات ثانيه ان مثلا برميز عايز يفتح برد كافيه عايز يفتح مكانك يعني دخلت كومبيتنج ان انت وانس انت ستارت بس وان انت بيرزيست ان انت كده موجود في السوق لان كل يوم بيعدي عليك في السوق متواجد ده سكسس وتاريخ ان انت بيعدي يوم واثنين انت قدرت تقاوم كل الحاجات اللي في السوق اللي بتكون ضدك طالما قاومتها ولسه بيرزيستنج يبقى ده نجاح حد ذاته يبقى انت ايه؟ جريت مش بس ان انت بتستارت بقيت جريت اوكي؟ طيب السلايد ده برضه ماشي بنفس الكونسيبت بتاع اللي هو ايه؟ بيتكلم برضه بقصه الايموشن تمام؟ السلايد ده مقسم للناس يعني تو كاتيجوريز او مرتين حاجه اسمها نيجاتيف ثينكرز وبوزيتيف ثينكرز اللي هم ايه؟ الناس اللي بتفكر بطريقه ايجابيه والناس اللي بتفكر بطريقه سلبيه تمام؟ طيب واللي بيفكر بطريقه سلبيه وبطريقه ايجابيه قدر يعني عايز يقارنه في ايه؟ في قصه ان انت طالما بتتكلم في السيلز في الجيم في انك تكسب يعني واحد بيفكر بطريقه سلبيه وايجابيه ممكن يكون بيفكر في حاجه شخصيه لنفسه لكن لو دخل في عالم الارقام وعالم البيزنس بيكون في قصه ايه؟ الاوبورتيونيتي او الفرصه. لما بيكون بيفكر بطريقه سلبيه بيشوف في كل صعوبه اوبورتيونيتي دي الناس البوزيتيف والناس النيجاتيف بتشوف في كل يعني فرصه صعوبه بمعنى يعني انا مثلا لو خدت اكزامبل بالنسبه للفرن لو قال لك مثلا ايه؟ روح راح المكان الحساب بتاعه مقفول وفي جوه مثلا دكتور وعلى فكره الاكزامبل ده موجود في رياضه المستوصف اسمه بستان مشهور جامد جدا يعني في مثلا من كل سبيشالتي في اربع خمس دكاتره وكل دكتور بيشوف مثلا 20 30 حاله اوكي ده يعتبر بروتين جامد جدا بس حسابه مقفول النيجاتيف ثينكرز او الناس اللي بتفكر بطريقه سلبيه تقول لك لا انا ايه اللي خليني اروح ابيع هناك واودي بضاعه ومعاش اجيب فلوس وبتاع خلاص شاف ان هي ديفيكت خلاص وقفلت معاك طيب نفس الديفيكت او نفس الصعوبه دي لو مع الناس اللي بتفكر ايجابيه يقول لك ايه؟ يقول لك طالما المكان ده شغال يبقى بيجيب بضاعه من المكان لازم تكون بيجيب يعني شغال ازاي؟ اكيد بيجيب حته يبقى انا ما كنتش انا ايه؟ دي اوبورتيونتي بالنسبه لي ان انا اجيب العمل وكانت بتحصل ايه بقى؟ ان انت تروح تبيع عنده بدل ما تبيع ب 100 100 علبه و 200 بيودي من 1000 ل 2000 لان هو مش فاتح غير معركتين ثلاثه بس طالما قدرت ان انت تجيب سكه في التحصيل يعني المهم الاكزامبل ده تقدر توصل بيه ان اي ديفيكولتي انت بتشوفها تختلف حسب انت وبيتك ليها، لو بتشوفها بطريقه ايجابيه يبقى انت هتشوفها فرصه، لو شفتها بطريقه سلبيه يبقى انت خلاص عرفت ان المكان ده خلاص اتقفل او السيتويشن ده بالنسبه لك غير قابل للحل. تمام؟ طيب احنا جينا الاول الدكتور محمد قال في الاول قال يعني نبذة بسيطه كده عن تاريخ الشركه. اللي هي ابتدت في الاول بصنف واحد بس وان برودكت اللي هو الان الباجيه البوش قعدت فيه فتره وكانت بتستخدم يعني كل الادوات اللي ممكن تستخدمها في الفتره دي بغض النظر ان هي كانت ضعيفه بس استغلت احسن استغلال. السلايد ده يكاد يكون بيلخص الستوري دي. يعني انت وده بياكد حاجه ان اللي اتعمل في الشركه نجاح. ان انت لما تكون في سلايد بالطريقه دي بيلخص لك الهيستوري بتاع الشركه يبقى بيلخص لك هيستوري لقصه نجاح تمام؟ بيقول لك ايه بقى؟ You never change things by fighting the existing reality. عمرك ما تقدر تحارب او تقاوم وضع صعب ان انت تغير الواقع. يعني انت اتحطيت في موقف دلوقتي موقف صعب عمرك ما هتقدر تغيره انك تحاربه.
طب امال الحل ايه؟ To change something عشان تغير حاجة build a new model that makes the existing model achievable. بيقول لك اصنع يعني اعمل موقف تاني يكون تحقيقه سهل. طيب ده السلايد ده محتاج اكزامبل اللي هو انا في الشركه بتاعتي احنا لما اشتغلنا على اللاين اللي هو البلانه والرجال البوش فجاه في خلال سنه او سنتين كنا احنا ايه انشيتيف يعني هو احنا وكرييتيف في القصه دي ان احنا تبنينا القصه دي وكانت ضعيفه جدا مفيش غير شركه بس تقريبا او الشركتين اللي شغالين في قصه ان الرجال البوش ده مش حاجه مثلا حاجه فايل او دلع او كوزموتكس لا احنا وظفناه ان هو بيوتيفول شركه كانه دواء تمام. في خلال سنه بالظبط القصه دي اتعرف على مستوى السوق وبدل بقى في صنف بس حوالي مثلا 20 30 40 صنف والقصه كده كانت تاخد حوالي. طيب انا دلوقتي حط ده كده بالنسبه لي سيتويشن ان انا اساس شغلي اتضرب خلاص مش نافع نوي. طب اعمل ايه؟ احارب وافضل لا وافضل انزل في سعر وافضل ازود البونص يعني لا يعني انت كده خلاص بقى دخلت في حته ساكت خلاص. هل ان انت تطلع من الموقف ده انك انت تحارب من الاكزيستنج ريالتي او انك انت تحارب الموقف اللي انت موجود؟ لا احنا بنينا خط تاني خالص. خدنا وكاله شركه نوفا دخلنا المساج كريم دخلنا اصناف تانيه كوزموتكس خرجنا بره الكاتيجوري ده يبقى احنا عملنا النيو موديل تاني يعتبر فيه اور دريم او اللي انت عايزه يعتبر اتشيفبل ممكن يتحقق لانك انت ما جيتش وانس ان انت عرفت او اول ما تحس ان انت الموقف اللي انت فيه غير قابل للحل ما تضيعش وقت ان انت تحاربه. لا انت ممكن تصنع خط تاني بديل بس ده بحال ايه ده يعني ما بقاش ديفر ما بقاش استسلام ده لما تكون متاكد مليون في الميه ان انت خلاص دي يعني انت زود خلاص وصلت لنهايه الطريق نو واي ان انت تحب القصه دي ما تضيعش وقت في الحل. لا ابني نيو موديل اللي هو بلان بي تمام اللي خسرها بلان بي تمام حلو. اول ما وصلنا للقصه دي كنت قطعنا شوط او اي حد بيوصل في السكسس بيكون اوريدي قطع شوط كبير من الايفورت ومن المجهود بيكون محتاج نوع من ايه من كبسوله كده يعني ايه تشجعه ان هو يكمل ان حاجه تحسسه ان هو موجود على الرايت تراك ان هو ماشي صح. من الحاجات الظريفه اللي تثبت لك ان انت ماشي صح حاجه عجيبه جدا ان انت اول ما الناس تبتدي تتكلم ضدك تطمن تعرف ان انت ماشي صح. بيقول لك when people start talking against you means you are growing يعني اول ما الناس تتكلم ضدك مش عنك كفايه من عنك وضدك اول ما الناس ما تتكلم ضدك اعرف ان انت بتكبر growing تمام. لان انت ممكن يكون بيتكلم عنك ممكن تكون مجامله ممكن تكون بالنسبه لك بيحق يعني بيقرر الواقع اللي انت عارفه معناه انت موجود بالظبط بالظبط. فانت ممكن يكون بيقرر واقع اوريدي انت عارفه مش محتاج حد يقول لك ان انت مش محتاج حد يقول لك ان انت كويس تمام. ايوه لو قرر الواقع خلاص ممكن تكون مجامله اي حد. طب لو بيتكلم اجينست يو لو بيتكلم اجينست يو ده تاكيد ان انت جوه مش مشكله مش مشكله فده تاكيد ان انت جوه وان انت بتكبر ودي حصلت برضو يعني حصلت كتير حصلت كتير حتى في البدايات في الاول خالص وحصلت فيري ريسنت يعني اول حتى ما عملت في البدايات خالص كان بيقول لك دي شركه كوزموتكس بس وبتاع لان حس ان في نوع من الهيمنه او السيطره على الجزء بتاعك ده في الماركت ان انت تبقى متواجد جدا فابتدت كلمه اجانس. حصل في الباور اول ما حصل يقول لك فين الريجستريشن بتاعه فين التسجيل بتاعه دفع له مش عارف ده الجوابات ابتدت كلمه اجانس. طيب دلوقتي الكلام الاجانس ممكن يكون اجانس الكمباني ممكن يكون اجانست يو انت نفسك شخصيا وممكن يكون اجانست البرودكت يعني انت لما حد بيتكلم يقول الكلام عليك يعني بيبتدي اتاك يو او يهاجمك يقول عليك كلام ممكن يتكلم عليك في ثلاث حاجات يا اما يتكلم على الشركه نفسها ده الشركه مثلا كذا 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 يا اما يتكلم عليك انت كشخصيا ده المديد الفلاني ده كذا كذا يا اما يتكلم على الصنف نفسه. هما بقى يعني السيلز سكيلز قالت لك في يعني حكيت لك الثلاث قصص دي قال لك وانس ان هم بيتكلم على الكمباني اتاك فيري اجريسيف يعني طلع كل قوتك في الهجوم على اللي بيتكلم على الشركه. طب لو بيتكلم عنك اجنور تجاهل تماما لان اللي هيرد عليها كريديبيلتي والكريديبيلتي محتاجه وقت تمام. طب قال لك لو بيتكلم على البرودكت لازم ترد ساينتفك علمي تاني يبقى احنا لو اتكلمنا مثلا ايه هيتكلم عن الشركه يبقى لازم تدافع بمنتهى القوه والعنف.
ده مفيش مجال ان انت تسكت او تاجل او تستنى يكون في عامل يهندل لك او يعالج لك الهجوم اللي حصل على الشركه. لازم ترد في ساعتها وفيري اجريسيف ومنتهى العنف. لو الكلام عندك انت تستنى الوقت يزيد، لان الحاجه الوحيده اللي ترجع الكلام ده حاجه اسمها الكريديبيلتي او المصداقيه، هي دي اللي هتردها لو حصل فيها اتاك اجينست يو او هجوم على المندوب نفسه او اي حد من الشركه او هجوم على المكان نفسه. يعني مثلا في قصه برضو في قصه الكافيتريات لو تهاجم على الكافيتريا مثلا ان هي ايه بتقدم لو كواليتي، بتقدم مثلا ان حاجات مستواها قليل، ما بتقدمش كل حاجه، دي ما ينفعش ترد، ما ينفعش ترد في ساعتها، انت بترد دلوقتي ان الوقت هيثبت ان انا عندي كل حاجه. الوقت هيثبت ان انا حاجتي احسن من المكان التاني، تمام؟ طيب لو في كلام على البرودكت لازم يكون الرد فيري ساينتفك. بالقصة بقى هاند الاوبجيكشن ان انت بتبتدي تعرف تتحقق اصلا اذا كان الاوبجيكشن ده فورس ولا ترو، حقيقي ولا لا، انت فاهمني؟ يبقى قصه دي بطريقه الرد، تمام؟ سلايد تاني بيقول ايه؟ قسم الناس تانية لنورمال بيبول وسكسسفل بيبول، يعني ناس عادية وناس ناجحة. الناس ده يعني ما تقدرش تقلل من شأن أي بيبول، بيعملوا كلاسيفيكيشن أو بيعملوا صنف، ما تقدرش تقول إن دول أحسن من دول. دول لهم كريتيريا، لهم مواصفات ودول لهم مواصفات. الاثنين موجودين، ما ينفعش تكون الناس كلها عادية والناس كلها ناجحة، لازم يعني لازم يكون في الاثنين. بس قدر يفصل لك فكر الاثنين. ده بيفكر ازاي؟ وده بيفكر ازاي؟ الناس العادية بتقول لك إن النجاح بيخبط عليك مرة واحدة كده. إن السكسس نوت يور دور أونلي وانس. مقولة بتتقال عليه في العادي اللي هي مقولة عمالة بتتقال من معظم الناس بتتقال. طب بقى الأتشيفرز أو الناس الناجحة بتقول لك إيه؟ نوك ذا دور أوف سكسس أند ذا سكسس أوبن. يعني أنت اللي تقدر تخبط على الباب بتاع النجاح لما الباب يفتح. طيب الإكزامبل ده ايموشن ولا فيجر ولا تايم؟ تايم بالظبط اكزاكتلي تايم. ليه بقى قصه تايم؟ لان انت قال لك ان الفيلير او الفشل ده تقييم مبدئي للموقف اللي حصل. بمعنى ايه؟ ان انا اتحطيت في سيتويشن معين حاولت فما ينفعش. مفيش حاجه اسمها شخص فاشل، انت فشلت في السيتويشن ده. القصه كلها الاستفاده من الفيلير. لو جاء سيلف داوت، لو جت شك يبقى الانسان بقى فيلير. بمعنى انت فشلت في موقف ماشي، انت اوكي انت فشلت في الموقف ده، لكن الشخص نفسه ما فشلش. امتى الشخص يفشل؟ لو خد الموقف ده وساب عندي بيرسبشن او انطباع ان انا فاشل، ساعتها يبقى فاشل. لكن كونك ان انت تفشل في الموقف ده بالعكس يعتبر جيم، ان انت هتقدر خلاص بقى عندك هيستوري تاريخ ان انا لما عملت كذا ندم كذا فشلت، فمش هعمل تاني هنجح. هو ده الفكر بتاع نوت ذا بورد سكسس انتل سكسس اوبن. دي محتاجه تايم زي ما ابراهيم قال، دي عامل تايم انا بجرب واخد بالك. وبعدين القصه ملهاش تايم فريم، بمعنى ان ملهاش حدود في الوقت. يعني وانس ان انت بتجرب وكل ما الفرقه تقوى، دي مش معناها دي معناها انت بتقرب. برضه في عالم السلم السليم معناها ان انت بتقرب، مش معناها ان انا طالما الوقت طول يبقى انا خلاص نوي ان انا انجح. لا بالعكس، انت كل ما الوقت فات وانت ان انت خلاص قربت. خلاص يعني خلاص انت استنفذت كل احتمالات الفشل. يعني في ناس بتبص لها ايه؟ استنفذت كل احتمالات الفشل، فالمره الجايه هنجح. يعني فاهمين الكونسيبت الفكر اللي فكروا ازاي؟ فده يعتبر من عالم الطيب، من عوامل الطيب اللي هو بيتكلم فيها عامل الوقت. يعني ازاي احسن استغلال عامل الوقت في الترايل اند ايرور، تجربه وخطا ونجاح. تمام؟ من باب برضو عوامل التايم قدر يعني ايه تو سمرايز التايم كله. لو لخصت لك التايم كله يعتبر اللايف اللي هو الحياه، ملخص الوقت كله عباره عن توتال الحياه. فقال لك ان انت في ثلاثه رولز ثلاثه قواعد ممكن تستخدمهم في الحياه عامه او تبقى عارفهم. يعني تبقى عارفهم ان انت لو ما سالتش او لو ما رحتش للي انت عايزه عمر اللي عايزه ده هيجي لك. نو واي، يعني لازم انت تروح للحاجه اللي انت عايزها. If you don't go after what you want, you will never have it. أنا عايز أعمل في السنة
مليون ريال. عمرك ما هيجيب لي مليون ريال تبقى يجيلك في حدهم. لازم انا اروح لهم، اروح لهم يعني ايه؟ يعني ابتدي اشوف خلاص تارجت هدف عايز اجيبه وعايز اوصل له يوصل ازاي؟ اعمل سبليت يبقى انت اللي بتبتدي تتحرك، الاكشن من عندك، الموفمنت من عندك. لكن الهدف نفسه عمره ما الهدف هيتحرك، لان انت اوريدي انت اللي حاطه، انت اللي عامل اسانشن، انت اللي عامل القرار. تمام؟ المقولة التانية بيقول لك ايه؟ If you don't ask لو ما سالتش لو ما طلبتش. دايما كان بيقول لك في مقولة بيقول لك ايه؟ الصمت معناه الطول، زي ما انتوا كلكم موافقين كده، بنحس ان انتوا كلكم موافقين، هو الصمت معناه الطول. لا هنا بقى قال لك ايه؟ قال لك ان انت الصمت هنا معناه الرفض، ان انت ما طلبتش. If you don't ask the answer will always be no. يعني لو ما طلبتش حاجة من حد يعتبر ان الاجابة لا. يعني انا عايز القلم ده وهو موجود مثلا مع الدكتور محمد، لو ما قلتوش انا عايز القلم ما مش هيدوه، يعني كاني قلت له عايز القلم وقال لي لا. لو انا ما سالتش لوحدي لا، بيقول لك if you don't ask the answer will always be no. يبقى انت تحلها بالعكس، انت you have to ask، لازم تسال، ولازم تسال بناء على احتياجات عندك لازم تلبيها. القاعدة الثالثة if you didn't step forward you will always be in the same place. يعني برضه لو ما اتحركتش هتفضل في مكانك. تمام؟ نفسي. طيب واحنا في الأول خالص لما كنا بنعمل يعني اوبننج بالنسبة للبتاع السيشن النهاردة، الدكتور محمد كان بيتكلم، الأستاذ أحمد كان بيتكلموا، قالوا الكلام كتير، يعني قال في كلام كتير. طيب هل في حاجات ما اتقالتش؟ طبعا يعني كتير ما اتقالش. طيب اللي ما اتقالش ده اتعمل له إيحاءات أو اتعمل له يعني تلميحات، في ممكن تكون في نسبة كبيرة وصلها وفهمتها وفي ناس ما وصلتش. الفرق ما بين اللي فهم اللي اتقال بتون لاينز أو بين السطور ده إن هو عنده مستوى الكوميونيكيشن عنده عالي، أو مستوى التواصل مع الناس عالي، عنده خبرة التواصل مع الناس عالية، بيقدر يفهم اللي ما اتقالش. فقال لك ان دي تعتبر نعم تعتبر ميزه جامده جدا، ان الوست امبورتنت ثينج كوميونيكيشن از هيرينج وات ازنت سيد. يعني انجح حاجه في طريقه الكوميونيكيشن هو العالم كله تكوميونيكيت مع بعض عن طريق الكلام، عن طريق اي وات ايفر، المهم يكون في نوع من التواصل. لو قدرت وصلت لمرحله من الخبره او من السكيلز ان انت تقدر تعرف او تفهم ايه اللي ما اتقالش، ده انت كده يعني هتجين ايفريثينج، هتجين كل حاجه. طيب كان في اكزامبل حلو جدا. طب انا ازاي اقدر اعرف ايه اللي ايه اللي ايه اللي ايه اللي بتقول لايز ده؟ اعرفه بطريقتين، يا اما اعرفه بطريقه الخبره ان انا حد قال لي كلام ومش عارف ايه وبعدين حصل ايه، انت كنت ما قلتليش ليه؟ لا ما انا لما احكي لك فتبتدي تاخد خطه والثانيه والثالثه فتتعلم. دي الهارد واي انك تتعلم عن طريق ايه؟ ايه؟ الخبره الوحشه او الخبره السيئه اللي هي جابت لك هارم او ضرر، فابتدي تتعلم فيك، فابتدي تعرف بعد كده ان فلان ده لما عمل كده مثلا ابتدي تفهم بقى ده مش دوره الجسد، ابتدي مثلا ان التون بتاع الصوت ده كان يبقى انا فهمت حاجات كتير تبتدي تتعلمها بعد كده انك تفهم ايه اللي اتقال ما بين الكلام. طب ايه اللي يسهل لك الطريقه دي؟ انك ما تتعرضش للالم ده النفسي ده او الخساره الماديه، انك تقدر تحدد الشخصيه اللي قدامك، انك تقدر تعرف الراجل. وبعدين الناس عباره عن مجاميع، ممكن يكونوا مختلفين في الشكل في الاداء في الصوت في الاسم في كل حاجه، لكن في الاخر ممكن تقدر تعمل كلاسيفيكيشن لمجموعه من دول. السيم سكيلز برضو قسمت الناس لاربعه دول اربع مجاميع وعملتهم بالالوان، الف ريد احمر وعمل ده يلو اصفر وده جرين اخضر وده بلو ازرق. قلت لك انت يعني لو قدرت تعرف اللي انت الشخص اللي انت بتكلمه من اي واحد من الاربعه دول هتسهل لك كتير جدا في الكوميونيكيشن او في التعامل. طب اعرفهم ازاي؟ جمعوا بعض الكاركترز او بعض المميزات اللي تقدر تخلي لك تعرف الشخصيه دي اذا ايه اذا كانت ريد ولا ايه ولا جرين ولا بلو. بس قبل ما نخش في الديتيلز في قاعده مهمه جدا، ما تفضلش شخصيه عن التانية. يعني ما ينفعش بعد ما نتكلم تقول لي مثلا ايه ده البلو احلى من الجرين، ده اليلو احلى، مفيش مجال ان انت تكون مين احلى من مين. انت بتعمل كلاسيفيكيشن عشان تعرف تتعامل مع
انت ما تتبناش قضيه ان مين احسن من مين، انا عايز اعرف هو ايه. لكن هل هو ده احسن من ده؟ لا، دي مش قضيتك، انت بتعمل كلاسيفيكيشن. ادي بعض الاكزامبلز البسيطه جدا منها مثلا طريقته في الحياه العاديه، منها مثلا ركوب في الاسانسير. لو الرد قال لك يدخل جري على الاسانسير محتاج كويس، انا هطلع دور تاني، مفيش دعوه بقى مين دخل اللي بعد كده يخش يحط، المهم هو انا دخلت وحطيت رقم خلاص مفيش حاجه. طب اليورو، اليورو والجرين الايموشن عندهم عاليه شويه. يبتدي مثلا ايه يشوف واحد حلو ولا بتاع الاول، يشوف مثلا واحد كبير في السن يعزم عليه الاول، يعني اليورو والجرين داخل عليهم طلع الايموشن او العاطفه. طب البلو، البلو عنده استعداد ما يركبش ويقف ساعه بس الناس تقف تقوم، يعني لازم تكون واحد ياخد دور حتى لو هو هيتاخر جامد جدا. تمام؟ طيب خدنا الاكزامبل تاني، قال لك شكل المكتب بتاعه، شكل المكتب بتاع الشخصيه دي. المكتب بتاع الشخصيه الريد تلاقيه مثلا عليه مليون ورقه متبهدلين ومعمولين، بس لما تقول له مثلا هات لي الفوركاست بتاع كذا يكتب لي كده من وسط الورقه. تمام؟ الين والجرين عاده عشان الايموشن تلاقي مثلا ايه؟ حاطط صوره بنته، حاطط صوره ولاده، حاطط حاجات مناظر طبيعيه، يعني حاجه ليها علاقه بالايموشن. طب البلو لو كوبايه الميه اتعملت كده من مكانها لازم يرجعها تاني مكانها. تمام؟ بالظبط كده، بالظبط كده. بس حتى خد بالك. تمام؟ لا يعتبر شخصيه البلو. تمام؟ طيب قدامك امثله تانيه كتير، المهم بس المهم بقى خلاص انا قدرت اعرف تكلاسيفاي الشخصيه دي ايه؟ طب انا هستفيد ايه بقى؟ ايه اكبر استفاده من اي شخص؟ اللي يعمل اللي انت عايزه. يعني اكبر استفاده من اي شخص في الكوميونيكيشن ان تخليه يعمل اللي هو عايزه. يبقى انت عندك طلب، ليك طلب. يبقى ايه اكبر احلى استفاده في تطبيق القصه دي؟ ان انا ازاي اطلب من كل شخصيه طريقه طلب؟ ازاي اطلب؟ الريت انت بعد اذنك بس كل واحد يقيم نفسه كده. يقيم نفسه او ممكن انت حتى لو مش قادر يقيم نفسه يعني اكزامبل لحد هو عارف ان هو كذا. يعني مش عارف. طب ماشي يا ابني. كل واحد كده يقول هو شايف نفسه ايه؟ مين؟ شايف نفسه ايه؟ شايف نفسه جرين او يلو؟ عرب جرين او يلو؟ هاو جرين بص على جرين او يلو؟ جرين او يلو؟ انت على فكره انا واضح ان انتوا اللي بقى اسمك عشان الفرق بين يلو الاول مين الفروق اللي قابلتني؟ الفروق بسيطه جدا في طريقه الطلب، هتبان في طريقه الطلب. يعني لما تيجي تطلب طلب من يلو ومن الجرين هتبان قريبين جدا من بعض. الاستريمز هم الريد والبلو، بس دايما تلاقي النيلو اقرب منه للريد والجرين اقرب منه للبلو. تمام؟ بس الاثنين طاغي عليهم جانب الايموشن او جانب العاطفه. تمام؟ طيب هو ممكن الاستريمز تكون في السوق، يعني احنا يعني هنقدر دلوقتي ازاي تطلب الطلب، ولو في حد عنده اكزامبل في السوق يكون ايه؟ يكون انسب. هطلب من الريد انسب حاجه واسلم طريقه ستريمز. انا عايز ليك علبه من الصنف الفلاني، ما تخشش تعمل اي مقدمات. لو عملت اي مقدمات هيفهمك جدا، هيفهمك بسرعه جدا، وهيجيلك العكس، هتبان العكس. طول ما انت ستريت مع الريد في الطلب او في اللي انت عايزه بالظبط، او انا عايز كذا وهديك كذا ستريت كده، دي اقصر طريقه للريد. النيل والجرين لازم تخش برضه في قصه الايموشن. ده انا في 2000 كوارتر، ده انا لسه جاي، ده انا يعني لازم تخليه ايه يعني يبقى ايه ده انا مش عارف ايه، يعني لازم يكون في جزء من جزء العاطفه. مع بتاع الشيكش امبارح. بالظبط كده، ايوه ده انا تعبان، تفهمني؟ لازم بالظبط كده تخش معاه قصه الايموشن، هي دي كده معناها قصه الايموشن. طب البلو، البلو احسن طريقه ليه تقول له انا دخلت بقالي 3 شهور، الكونسمشن بتاعي عباره عن 18 22 37، يبقى كده انا عايز من حضرتك اوردر كذا والصنف متسجل. لو دخلت معاه بالطريقه دي تاخد منه احلى شغل، تاخد منه كل اللي انت عايزه. لو دخلت معاه بالقصه دي، لو عملت نفس القصه دي مع ريت انت يعني انت جاي تشتغلني؟ لا مفيش. كونسمشن مفيش، لازم تخش معاه بالقصه دي. الايموشن ممكن يتكسف يقول لك بس مش هيرضى يقابلك تاني.
يعني كل واحد يكون ايه؟ يكون بطريقته في البطريقه بتاعته. اذا انت عامل كلاسيفيكيشن للقصه دي هجيب اللي انا عايزه، هقدر اعمل اللي انا عايزه. هتيجي منين؟ بالخبره، بالتريننج مثلا زي ده، تبتدي تاخد بالك شكل المكتب، شكل الصوره، حاطط صور الناس، مش عارف ايه، مين ينفع معاه ريليشن، مين ما ينفعش معاه ريليشن، الراجل ده شكل الموبايل حتى بتاعه. يعني غالبا الريد واليلو بيبقى حرف مثلا صوره ولاده. البلو اللي هي الستاندرد بتاعت فوق. يعني هو ده بس كده محمد اللي العلاقه الدكتور بيخلي شخصيته تتغير في التعامل مع الشخص. مين اللي شخصيته تتغير؟ الدكتور يعني الكسبه بتاعنا بتقدر تكسبها مين؟ تمام. انا عارف عنه ان هو ريد. تمام. ممكن انا احول الريليشن دي او العلاقه ان انا احوله ريد يتوقف فيه؟ لا صعب. صعب انك تحقق يعني توصل معاه للمرحله دي. توصل معايا انت تغيره الشخصية. لا هي لا هي ممكن لا ممكن في جزئيه ايه بقى جزئيه ايه؟ ان انت تشوف الاربعه دول مستوى الريليشن النوعي نتيجته ايه؟ لان مستوى الريليشن ده سلاح ذو حدين. في جزء كبير جدا من البيع او من السيلز بتتم عن طريق العلاقه او الريليشن، بس في ليفل معين من الريليشن لو اتكسر كل حاجه بتبوظ. يعني لو وصل لمرحله مثلا ايه في دكتور ما تقولوش يا حضرتك، ما تقولوش حضرتك، دكتور في حد ذاتها انت وصلت لها ده وفيها محترم وفي بالاسم وفي بعد كده بقى بقول لك ايه يعني خلاص وصلت لو وصلت للمرحله دي هيجي عليك انت. قلت له بالشو بالظبط هيجي عليك انت. وانس ان انت قلت له يعني وانس ان انت يعني مستوى الميشن اتكسر لدرجه عاليه جدا لو اتحط في سيتويشن مقارنه بينك وبين حد تاني هيجي يقول لك يا صاحبي انا هعرف اهديك. هيجي عليك انت. طب ازاي تكسرها بقى مع الاربع دول؟ هو في النقطه دي يعني الدكتور دايما اي حد او اي كاس وانا بتعامل معاه هو بيبقى حاطط بايس. بالظبط. تمام؟ بالظبط. البايس دي انا مهمتي كراجل او سيلز او انا عايز اكسر بايس او عايز اعديها. تمام. واحده واحده هو اوريدي الدكتور حاطط بايس الاخير محدش هيتخطاها. بس انا ضروري جدا ان انا طبيعي ان انا مهمتي ان انا ازود الريليشن. ايا كان اللون اللي انت قلته ده هو اللي انت قلته ده هيوصل معاه لغايه حد معين على حسب اللون بقى. تمام. هو الباير اللي هو حاطه هيوقفك طبيعي. اللي انت قلته ده هو المفتاح. انت قلت الدكتور طالما لسه بتكون الدكتور يبقى انت ما كسرتش الباير اللي انا بتكلم عليه. لو اقول لك ان انت توصل لا يا فهمني يا فهمني يعني انا ايه في يعني عايز اقول لك ايه ان انت طالما ستيل لان انا كنت هقول لك طريقه الكسر معاها طريقه الكسر ممكن حتى في الكلمه معاها يعني لو انت لو قلت له في وسط طول النهار تقول له يا احمد يا احمد وفجاه تقول له لا يا دكتور معلش اول ما اخش في القصه دي كان يقول له حاجه زي الارمي. طب هو فاكر الاكزامبل ده كلمه مثلا لو انت خدت الاكزامبل ده انا اقول دكتور او دكتور هو ممكن انا كلمه ان انا بقول دكتور دي منها كلمه مش من يعني مش موضوع ان هو بايظ وحاطه يعني ممكن ان الراجل ده كل الناس تقول له اسمه وتديها له اسمه عادي بس انا كشخص بقول له دكتور. طيب هو ان هو كانسليشن ولا ممكن الريليشن معاك تكون قويه جدا بس كلمه يا دكتور ان انا بقولها يعني دي تكون من عندي انا مش من عندي مش لازم تكون من عنده انت حضرتك كده يعني ما اعرفش كل دكتور بس القصه مش من عندك ولا من عنده انا القصه بتكلم في اختلافات مالهاش نهايه لو قعدت تقول احتمالات انا بتكلم على ان انت قدرت تحدد الشخصيه دي ان هو بيبقى له كذا انت عديت الكذا طالما عديتها ممكن تيجي عليك بخساره. طب ترجع ازاي؟ ترجع تاني ازاي للبيزنس؟ ترجع تاني ازاي ترجع من الريليشن او من الصداقه للبيزنس تاني؟ تعمل فرق. في حاجه اسمها فلايت ديستنس. فلايت ديستنس يعني ايه؟ يعني انت لو جيت قربت من طائر بيطير. بس قربت منه امتى؟ وفي كل الديون كل طائر بيختلف عن الثاني، كل طائر ليه حاجه اسمها فلايت ديستنس. حواليه دايره. الدايره دي وانس ان انت كروس ذا لاين هو بيطير. الفلايت ديستنس دي بقى بتختلف من طائر ومن انسان للتاني، يعني في ممكن واحد لو قربت منه بس كده يرجع منك كده. واخد بالك؟ في واحد تاني لو جيت حطيته على كتفك عادي، على كتف عادي كده دي فلايت ديستنس. فلايت ديستنس دي ممكن تتعمل كمان لمستوى العاطفي او الايموشن. ان انت لو كلمته بطريقه مش ظريفه انت كده كروس لاين. كروس لاين خلاص. انت دخلت في الفلايت ديستنس، دخلت في الدايره بتاعته اللي بتطير منها خلاص هيطير منك. طب ترجعه تاني ازاي؟ انك ترجع للرول تمشي على الرولز اللي هو حاططها. عرفت المستيك اللي خليته يعمل منك ترجعه تاني. الصداقه دي اعمل ايه؟ ارجع كلمه يا دكتور اعمله مش عارف ايه اتكلم معاه الدكتور ده لو دخلت تاني معاه كول
هتفاجئها فلاش باك مثلا خمس شهور. يعني الدكتور اللي كنت وصلت معاه السباكه لو دخلت تتكلم معاه انتيتيز ميديكال اللي انا بكلمه مثلا ان البرودكت ده بيعمل كذا مش عارف ايه، ايه يا عم انت بتقول لي لا لا اصل في نقطه مهمه جدا كده انت رجعت خلاص. واخد بالك؟ وانت انسب طريقه انك انت ترجع للرولز بتاعته هو عشان تقدر ترجعه تاني ايه للبيزنس. بنمثل في النهاية مجموعة اسمها ايه؟ مجموعة الرباع كل في ايه؟ في مجال. فانا اللي انا كنت عاوز اقوله او اللي كنت قاصد من السؤال انه واتيفر او ايا كان الشخصية اللي انا بتعامل معها الذكاء هو ان انا اعرف ازاي ايه؟ اتعامل معها. فانا قصدت بانه ازاي احوله من ريد لبلو او سوري من ريد لجرين او او واتيفر يعني هيتحول لايه؟ دي اصلا دي كفاءة المندوب. المندوب هو اللي قادر ان هو يحدد زي ما الدكتور محمد قال امتى لحد هنا وانا كده الجيل بتاعي يعني 100%. لو تخطيت ما اطمعش فوق 100% عشان ما انزلش للزيرو مره ثانيه وهكذا. فدي كفاءة مندوب. هو المندوب في الاول وفي الاخر ذكائه، وعلى فكره الذكاء ده يا اما ذكاء فطري يا اما ذكاء بيجي بالايه؟ بالاكسبيرينس. اوكي؟ فالخبره ساعات بتتخطى بكتير جدا الذكاء الفطري، يعني الذكاء اللي بتكتسبه انت من قدر تعاملك مع الشخصيات اللي انت بتقابلها بدون ادنى شك افضل من الخبره الايه؟ اللي هي اللي بتيجي بالفطره. لانه اللي بياخد الخبره اللي هي بفطرته دي ويسكت عليها ويستنى ما لا يمكن يتخطى المراحل البدائيه. ما كنتش عارف يحددها وعمره ما يتعامل عادي بيها صحيح يعني. فانا الفكره ان عاوز اقول انه حتى بطريقه تعاملنا حتى في مثلا في الكافيتريات انا بيخش عليا اطباء، واحنا كل السيكتور ده عندنا كله عباره عن ايه؟ عباره عن مستشفيات، صح ولا لا؟ بتعامل مع فئات مختلفه اكثرهم الستاف اللي بيبقى او الكرو اللي موجود فين؟ في المستشفى. نفس الستاف ده مختلف، في منه الايه؟ الفيزيش او الطبيب، وفي منه النيرس، وفي منهم اداريين، وفي وفي وفي، صح ولا لا؟ لو انا ما قدرتش انا كفرد بقى مندوب عن عن الكيان او عن المجموعه اقيم كل واحد فيهم ازاي اتعامل معاه، حاجه عامل الدكتور زي النيرس زي الاداري والاداري زي الدكتور هتلخبط الدنيا معاه، اديك اكيد هيحصل ايه؟ مشاكل. وعندك كمان كاسمر تاني اللي هو جاي ايه؟ اللي هو البيشنت اللي جايين يكشفوا من بره، صح؟ ده بيبقى له تعامل تاني. لو ما قدرتش اوصف التالنت او موهبتي الموجوده عندنا بان انا وخبرتي ان انا اتعامل مع كل واحد حسب ما هو عايز مش حسب ما انا ايه؟ بس الكياسه بقى والفطنه ان انا احوله في التعامل زي ما انا عايز. هي دي بقى اللي انا كنت بتكلم فيها ايه؟ دكتور محمد. ان انا ازاي اطوعه لان انا اخليه يبقى موافق على الطريقه اللي انا ايه؟ بتعامل فيها، بس بدون ما اخترق الحاجز اللي بعديه ارجعه للتعامل اللي هو الزيرو اللي ما بينه وما بينه. ده الاصل من ايه؟ من السؤال يعني. والاصل برضه ان احنا نتناقش. يعني انا نفسي ان ايه؟ يبقى في نوع من انواع الاوبن ديسكشن كده يا دكتور محمد. الناس تتعايش معانا في الموضوع ماشي. مش القاء يعني. هو انا عارف ان كلكم مستمتعين لان انا نفسي مستمتع بالسيشن بصراحه، ولكن عشان يبقى الاستمتاع وصل لزوره الاستفاده او لازم يبقى فيه ايه؟ بارتيسيبيشن، لازم يبقى فيه مشاركه للناس او من الناس. فارجو ان الناس تتشارك معانا في اللي احنا بنقوله. طيب عشان مثلا نتكلم في البارتيسيبيشن اللي احنا بنتكلم دلوقتي، ان انت تبارتيسيبيت ده ممكن ياخد منك مجهود او ياخد منك مجهود فكري مجهود بدني عايز يعني وات ايفر، بس ياخد منك مجهود. ايه اللي يخليك تعمل المجهود ده؟ او انت ايه اللي يخليك تبارتيسيبيت؟ لو احنا اجبرنا الناس ان هي تبارتيسيبيت او ان هي تشارك، لو ابتدينا نخش على واحد واحد قول يا فلان شارك قول رايك ايه؟ لو هو مش حابب هيبقى محطوط اندر ستريس او تحت توقع، صح؟ لكن لو هو حابب هيقول يتكلم بباشن او شغف. هو ده السلايد ده.
هي جت باي ذا واي اللي يكون الاكزامبل ده. بيقول لك ايه؟ ان working hard for something we don't care about is called stress. ان انت تشتغل حاجه انت مش حاببها او اشتغل حاجه انت مش انترست فيها يعتبر ضغط توتر. يعني هشتغل وهعمل وهقول رايي وهتكلم سلايد هبتدي اخد مجهود بس هيطلع عليه فيه مجهود عصبي داخلي اللي هو عباره عن الستريس لانك انت اوريدي اصلا مش حابب. انا مش عايز بس اي هاف تو لازم اعمل كده. طب افرض بقى العكس افرض انت بتحب يبقى working for something we love is called passion. شغف او حب passion ده بالظبط. بس ممكن يكون الاكزامبل ده يعني ايه محتاج تاخد فيه عوامل ثانيه كتير. لكن ان انت تؤدي ما انت ممكن تكون بتؤدي وفي ظروف ثانيه واخد بالك. لكن انا بقول لك ان انت تؤدي بالايموشن الحاله في تبع الايموشن الحاله الداخليه ان انا حابب الحاله الداخليه ان انا ستريس. طب ايه الدروباكس او ايه اللي هيحصل ان انا مش هقدر اكمل في الستريس ده؟ انا هعرف نفسي كده ليه؟ يعني مش في مكان ثاني مش في مكان ثاني. لكن لو في باشون هجيب اعلى حاجه في المكان تمام؟ وهي بقى مستمتع. طيب تطبيقها دي ممكن يكون تطبيق يومي بمعنى ايه؟ يعني السلايد ده بيقول لك ايه؟ كريت ا فيجن ذات ميكس يو جامب اوت اوف باك من ذا مورنينج. يعني بيقول لك اعمل صوره تخليك ترد كل يوم الصبح تصحى وانت مبسوط. انت لازم انت تكريت كريت يعني انت لازم انت تصنع انت الصوره دي. ممكن بقى الصوره دي التايم فريم بتاعها او الوقت بتاعها بيختلف من واحد للتاني. يعني ممكن واحد مثلا يقول لك ايه؟ انا النهارده الاربعاء هصحى حلو عشان بكره اجازه. حتى نفسه تايم فريم يوم واحد. ان هو يصحى النهارده مبسوط يوم واحد. انا قدامي ثلاث اسابيع وانزل اجازه، طب يصحى ثلاث اسابيع زي الفل مبسوط عايز يكون يخلص عايز كل واحد حاطط لنفسه فيجن او رؤيه بتخليه يقوم من النوم الصبح متعزي. لو مفيش فيجن لو ما عندكش انت الفيجن دي هتلاقي نفسك مش عايز تعمل اي حاجه تمام. طب ايه بقى الشطاره او ايه القصه او السيلف سكيلز ايه انت القصه ايه؟ ان انت لازم تكون الفيجن دي يا اما بري جاي زي ما احنا قلنا جاي من التوب جاي من الماكسيمم فانت هتفضل تجري وطول ما انت بتجري تكسب عمال تكسب 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 وفي نفس الوقت الفيجن دي ما راحتش منك مش حاجه مثلا مؤقته اكسبيرد خلاص هتخلص في خلال يوم او يومين ولو جبتها تنجزها مش لا لازم تحط نفس الجولز بعيد جدا من طول ما انت مقرب منها تكسب وفي نفس الوقت هتبقى ايه مستمتع تمام. خلاص احنا قدرنا دلوقتي نعمل كونكلوجن للسكسس يعني السلايد ده عايز يعمل كونكلوجن للسكسس تمام. بس انا كان في برضه ايه اكزامبل ممكن دي جزء في البارتيسيبيشن زي ما الدكتور محمد بيقول هو اكزامبل لذيذ جدا عباره عن ايه؟ هو الخلاصه الاكزامبل ده هنقدر نعرف منه انواع الماركتنج او انواع البيع او انواع التسويق باكزامبل ظريف جدا. طبعا ده واحد ودي واحدة. تمام؟ ماشي. طيب. قال لك ايه؟ قال لك انت قاعد في مطعم او في كافيه، قاعد في كافيتيريا. وشفت واحدة حلوة قدامك، واحدة حلوة جدا. تمام؟ جه في دماغك ايه؟ بالظبط. طيب. قال لك في أربع طرق أو أربع احتمالات للتعامل مع الماركت ده. ملخصين أنواع الماركتينج. قال لك لو رحت لها رحت سالت الترابيزه دي اللي قاعد عليها رحت على الترابيزه بتاعتها مباشره وقلت لها ايه؟ انا غني جدا وعايز اتجوزك. وش كده على طول. وش كده على طول يعني انا غني جدا وعايز اتجوزك. ده اسمه دايركت ماركتنج. دايركت ماركتنج يبقى انا عملت ايه؟ تسويق مباشر او بيع مباشر. بص انا بقول ثلاثه ماركتنج دي اصعب وانجح طريقة لو انت تقدر تعملها هتقدر تعمل الباقي كله. لكن واصعب طريقة، لكن الثلاثة التانيين ممكن تعملهم بس ما يكونش عندك التالنت بتاع الدايركت ماركتنج. دي اصعب طريقة، طب محتاج ايه؟ عشان تقدر تعمل الدايركت ماركتنج محتاج ايه؟ محتاج
محتاج تبقى انت غني جدا فعلا ماشي. غني جدا في ايه بقى؟ غني جدا في ايه؟ غني جدا عندنا بس برؤيه ثانيه، بفكره ثانيه، بفكره ثانيه. غني جدا في البرودكت، غني جدا في النولج، غني في السكيلز، غني في الكونفدنس. لازم يكون في مستوى كونفدنس، لان دي معتمد جدا كبيره جدا على الكونفدنس. انت تكون عندك ثقه في نفسك، ثقه في التالنت، ثقه في السكيلز، ثقه في المنتج، ثقه في المنتج هتقدر تسد معاه في الاتفاق. ما انت لازم هتدفع لحظه وهتعزم وهتظبط وتعمل، لازم تكون عندك ثقه ان انت الكريديبيلتي او المصداقيه من القصه دي. ماشي؟ طيب يبقى دي ايه؟ اصعب وانجح في الطرق. طب افرض انت رحت قلت لواحد صاحبك راح لها قال لها على فكره اللي قاعد انت غني جدا وعايز يتجوزني. ماشي؟ ده اسمه ادفرتايزنج. ادفرتايزنج يعني ايه؟ كله في الحلال. كله بلاز بس كده مفيش حد معاه. بصوره. طيب ماشي. طيب هنزلها تاني اهو. وبعدين دي من غير دراعات اصلا يعني معوضه مشكله. تمام؟ ده اسمه ايه؟ ادفرتايزنج. يعني انت بتعمل دعايه عن نفسك نتيجه ان في شخص تاني او في جهه تانيه عرفت كل البنفيت اللي عندك او كل المميزات اللي عندك فنقلتها لحد تاني. تمام؟ بس دي بتفهم انت العايز ولا جهه تانيه انت قلت له روح. او هو باي ذا واي راح قال وتبقى المهم ان في حد نقل العرض او نقل الفكره. هو انت نفس الشخص؟ لا شخص ثاني. لنفس الشخص نفس الشخص. ما هو انا حاطط فيه نفس الصفه اللي هو معاه فلوس كتير. هو نفس الشخص كذا. هو نفس الشخص كذا. واحد صاحبه راح قال كذا وصل المسج. دي اسمها ادفرتايزنج. طب انت لو انت رحت لها وخدت منها بس رقم التليفون ورحت للبيت كلمتها انا فلان الفلاني انا على فكره غني جدا وعايز اتجوز وتيلي ماركتنج اللي هو الماركتنج عن طريق التليفون. تمام؟ تيلي ماركتنج. تمام؟ اتصل يا اسئله والنور على حد. واخد بالك احنا اتكلمنا على الدايركت ماركتنج، اتكلمنا على الادفرتايزنج، اتكلمنا فينا واحده رابعه هفتكرها دلوقتي. المهم طيب دي قلنا اصعب طريقه وانجح طريقه. مين بقى اكبر اكزامبل بيطبق عليه القصه دي؟ الدكتور محمد خالد. الدكتور محمد خالد انجح واحد شفته في حياتي بيعمل دايركت ماركتنج. لا والله بجد يعني انجح واحد يخش جبت يعني جبت ستريت من موضوع عادي. تمام؟ نتج عنه ايه بقى؟ ان هو من يوم ما اشتغل ابتدى من اول ما اشتغل ما كانش يعني من ساعه ما اشتغل وهو قدر يبيع كونسيبت او فكره انا بتاع الالفات. انا مش بتاع اوروبا 100 او بتاع 10 انا بتاع الالفات انا اللي بجيب الالفات. تقريبا حتى ايه الناس اللي جوه الشركه ووصلت ان هي وصلت للناس اللي في السوق. يعني لما يكون قاعد عند الدكتور يعني الدكاتره يقول ايه ده اللي اشتغل مع محمد خالد ده هيتظبط هيبقى ليه مين يعني قدر يعمل ان الناس تعمل له ادفرتايزنج. تمام؟ وفي نفس الوقت لو بيقدر يعمل ايه من دي يقدر يوصل للمرحله دي. نو واي ان انت تبقى عندك المجموعه كلها لو ما عندكش الدايركت ماركتنج. تمام؟ بالظبط. طيب ما تقدرش تستخدم الاربعه. ممكن تستخدم اكيد هتستخدم الاربعه. الرجوله تعمل خلاص هتستسهل الطريقه. بس ده اصلا المفروض الصح ان انت يكون عندك التولز الاربعه تولز ان انت تقدر. دي مش تولز دي سكيلز. بس القصه كلها اصلا في الشخصيه اللي قاعده. دي سكيلز. ايه الفيدباك بتاعك عن لا لا انا بتكلم دي سكيلز مش تولز. يعني ان انت في انا قصدي محمد انت دلوقتي واحد دخلت دايركت على واحده. تمام. والله انا عايز اتجوز. حلو. ممكن واحده تضربك بالقلم وواحده تقول لك انا موافق. جميل. طب حلو حلو. على فكره لا الاكزامبل ده جميل جدا لو ضربتك بالقلم. حلو. في نفس الوقت نفس الشخصيه دي انا ممكن الفيدباك بتاعي عنها او لما سالت عليها عرفت ان هي تقدر ايه لازم لفه خلاص لها. جميل. والثالثه ممكن بالتليفون لازم اديها اول تليفون. جميل. شويه حب وحنان في الاول فدي تليفون. دي سكيلز. لا انا قصدي انا بتكلم ان انت ممكن تستخدم الاربعه بناء على فيدباك على الكاستمر اللي قدامك. بالظبط. عن طريق الفيدباك. هتاخده منه. بالظبط. عن طريق الفيدباك هو اللي هيحل لك كل القصه دي. والقصه اللي هو الرفض بالطريقه الاجريسيف اللي انت قلتها دي اللي هو الرفض زي ده ده بناء على حاجه من اثنين يا لونج كاستمر. لا انا هتظبط وحصل. ما انا بقول ده يا لونج كاستمر يا لونج
يعني حصل حاجه غلط في السكيلز في طريقه العرض او يا اما هم كاستم من الاول متجوزني تلعب جوزها قاعد في الحمام عادي ده راجل كاستم انت دخلت دخله في غلط اصلا يعني انت مش فاهم انت بتبقى ساعتها مش تحت تقييم فريقك ازاي صح ولا غلط رون كاستمر اصلا يعني الشخصيه نفسها غلط من فعلها لا يلعب بقى نعم مع الدكتور اول مره بيشوفه ما لحقش ياخد عنده فيدباك لازم يكون عنده